وحتى عمل الإعلانات على يوسف السباعي ولا كان؟ لا مش السباعي، أحمد السباعي. أحمد السباعي هو فنان سعودي أصلا، كاتب كبير وأديب وأديب، وأسس المسرح وحتى فرش الكراسي وعلق كل اليوفط والأشياء، لكنها لم تكتب له. كان 1932 تقريبا. سبب الإحجام إيه، أو سبب الردة في هذا التاريخ إيه؟ تقريبا اعتراض من رجال الدين أيامها. اعتراض. بعد كده تطور الكتابات وعروض زي السعد وعد والدوامة، ويعني هذه مرحلة كانت بتقدم باللغة العربية الفصحى، وكان مسرحيين كبار بيمثلوا، وكانت مرحلة جزلة جدا، وكان يكتب شعرا المسرح. كان تيمور يكتب هنا، وكان السباعي، وكان حسين سراج، وكان يكتبون هناك مسرح شعري في نفس مسرح تيمور، نفس اللغة نفس الشعر. ثم لكن أنا من رأيي أنا كناقدة، إن المسرح السعودي بدأ من قبل هذا التاريخ في المسرح المدرسي، لما كان يجونا المدرسين المصريين، والوزارة تكلف بإنشاء مسرح في المدارس، كان بيقام المسرح، فسبق المسرح المدرسي سبق المسرح العادي. المسرح، وأنا من تلامذة المسرح المدرسي، مثلت على المسرح وتناولوني في استقلوني على الخشبة واشتغلت في المدرسة. المسرح في السعودية انتفض فيما قبل حادثة جهمان والحرم والكلام هذا كله، اللي هي من المرحلة هذه إلى أوائل دي كانت سنة كام يعني؟ بعد 32 ثلاثة، وكان هذه الحادثة 1989. كان المسارح في الميادين وفي المدارس، كانت السينمات في الميادين وفي البيوت، كان الفن في كل مكان، كان المسرح المدرسي والمسرح الجامعي وأيضا المسرح الصيفي في كل بلد. وكان يعني أنا كنت أحضر البروفات في المسرح الصيفي وأنام في الكواليس وأمثل مع الممثلين وأنا طفلة، وكان هناك نهضة فنية كبيرة جدا في ما قبل 89. ثم حصلت هذه الحادثة، وحصل نوع من الانكماش. ناخد فكرة عن الحادثة. لا مش يعني هي معروفة مشهورة هذه الحادثة، اللي هي جماعة من ما أعرفش إرهابيين يعني دخلوا الحرم واستولوا على الحرم، أيام الجماعة الإيرانيين. أيوة. وحصل هذه كانت نقطة فاصلة في الحركة الفنية السعودية، لأنه حصل زي ردة وبعدين انحصرت المسائل. لكن الآن انفجر هذه الصحوة الفنية والثقافية من التسعينات. في المسرح السعودي وما قبل التسعينات، المسرح السعودي ثلاث مراحل. مرحلة الرعيل الأول اللي هو شعري أو كذا، وقبلها المسرح المدرسي اللي هو الثلاثينات. في الثلاثينات. ثم مرحلة الوسط اللي هو دشنها سمو الأمير رحمة الله عليه، وزير الشباب والرياضة. وافتتح المسرح السعودي بشكل رسمي عام 1972. كان في منطقة إيه؟ في الرياض بقى. كان في الرياض. وافتتحوا عام 72، وقال كلمته الشهيرة: لدينا مسرحا يعتمد أو يبنى أو يؤسس على العادات والتقاليد والدين الحنيف. هذه الثلاث حاجات اللي قالها سمو الأمير أصبحت هي ركائز المسرح السعودي الآن. هي الركائز الأساسية للمسرح السعودي. تلاقي الهوية الإسلامية في المسرح، ليس مسرحا دينيا، لكن تلاقي الفكر الفلسفي اللي في النصوص أو في العروض. العادات والتقاليد تلاقي معتمد تماما على العادات والتقاليد. في مرحلة
السبعينات، لكن الآن التجريبي وما أدري يعني مرحلة ثالثة. الآن خرج لمرحلة أخرى. طيب الفنان يوسف إسماعيل، إيه اللي ممكن، وهذه مقدمة الكبيرة من الدكتورة ملحة، إيه اللي ممكن يتم التعاون فيه وأنت عميد أو مدير عام المسرح القومي؟ اللي ممكن أطر التعاون اللي ممكن تتم عشان نقدر نخرج مسرح سعودي زي ما حصل في الكويت على مستوى الدراما وعلى مستوى المسرح أيضا للعالم العربي؟ بداية بشكر حضرتك وبشكر الدكتورة ملحة على تواضعها الجميل في بداية حديثها يعني، واعتزازها وامتنانها للثقافة المصرية. واحنا برضو بنشكر حضورك الجميل. الحقيقة احنا اما نيجي نتكلم عن دولتين بيتكلموا لغة واحدة، مش لغتين، احنا دولتين بنتكلم لغة واحدة، وبالتالي الافاق هنا هتبقى اكبر بكتير. يعني انا ما بتكلمش عن دولة بتتكلم عربي والدولة الاخرى بتتكلم لغة مخالفة، أيوه، انجليزي او اسباني، لا احنا دولتين بنتكلم لغة عربية واحدة. في بيننا من الاتفاق ما هو الكثير، سواء هذا الاتفاق اتفاق في جوانب كثيرة من الثقافة، في جوانب كثيرة من العادات العربية أو نعم. الحقيقة الأفاق التعاون متعددة كثيرة جدا، تشمل ان احنا على الاقل نتعرف على ثقافة بعض، على انتاج بعض في الفن. وده اللي انا بتكلم فيه، دايما مصر يعني ايه تخرج في الوطن العربي تلاقي عارفين مصر من خلال اعمالها الدرامية. في نفس الوقت ان المصري بيبدو قدام العرب ان هو ايه، يعني مش عايز اقول ان هو جاهل بالعادات والتقاليد العربية، وده نتيجة قصور من ناحيتين، ناحية اعلامية وناحية برضو هم فيما يبدو ان الانتاج مش غزير بالدرجة ان هو يغطي المجال في مصر. يعني طبعا كلام حضرتك مظبوط، وبالإضافة إليه ألا وهو فكرة التبادل بقى، أنه يبقى فيه تبادل ما بين الخبرات، سواء هذه الخبرات خبرات إبداعية على مستوى التأليف، على مستوى التمثيل، على مستوى الإخراج، على مستوى الموسيقى. أو خلينا نكون صريحين، يعني من المؤكد أن هذه الفترة الطويلة اللي بدأت من الثلاثينات لحد الوقت أصلا، لحد دلوقتي اصلا ما شفناش مثلا نجوم مسرح سعودي زي ما شفنا مثلا مغنيين كبار. السعوديه خرجت محمد عبده، خرجت طلال مداح، خرجت عبادي الجوهر. احنا بنسمع الناس دي كلها يعني اصلا زي ما بنسمع مصريين قوليه نستمتع من اذاننا. هذا يرجع الى طبيعه الشعب. ما انا بقول فيما يبدو ان هناك متنفس لهؤلاء مثلا عن طريق شريط كاسيت وبيخرج الوطن العربي يخرج الأذن. فيما يبدو طبعا الغرب نفسه كان في فترة من الفترات كان في معوقات، كانوا الرجالة بيلبسوا ستات عشان يقدروا يأدوا دور، يعني عشان كان ممنوع ساعتها مثلا الست تمثل على كان مجال غريب في وقت من الأوقات في القرون اللي هي ما كانش يعني كان الكنيسة كانت مسيطرة على أوروبا كلها. في معوقات ممكن تزال عن طريق العلاقات الثقافية بين البلدين. طبعا هو انا عايز بس اقول لحضرتك ان صوت المطرب بيوصل اسرع من المسرح. المطربين صوتهم بيعدي الحدود بشكل عام اسرع بكتير من المسرح. المسرح انا عشان اعرف ثقافة دولة من حيث المسرح لابد ان انا اشوف هذا المسرح، لابد ده نرجع تاني بقى لأفق التعاون مرة أخرى، ألا وهي فكرة تبادل العروض الفنية، إن أنا أتفرج على عروض مسرحية سعودية داخل مصر، والعكس صحيح، أتفرج على عروض مسرحية مصرية بداخل السعودية. بالرغم إن التلفزيون قرب المسافات بشكل كبير، الشاشة بتاع التلفزيون والأعمال عبر التلفزيون قربت المسافات ما بين الشعوب، ولكن يفضل للمسرح خصوصيته الحقيقة. يعني المسرح يختلف عن المسلسل، يختلف عن الفيلم. الفيلم والمسلسل في علبة شرايطه بيتنقل، إنما المسرح أنت بتتنقل مع بشر،
في بشر رايح تسلم على النجم بتاعك رايح تقعد تتفرج عليه في مجموعة فنانين وفنانات بينتقلوا يعني بحيث ان هم يؤدوا بيقابلوا مجموعة من المحبين بالضبط بالضبط وبالتالي هنا العملية بتبقى شوية اكثر بطئا نسبيا لحد ما اللي انا بتمناه عشان نرجع للسؤال بتاع حضرتك في الافكار المطروحة ان احنا يبقى في التبادل ده ان احنا فعلا نشوف مسرح سعودي. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مهم لان هقوله ليه هقول حتى المسرح في مصر نفسها بدأ ينحسر نتيجة لسهولة انك انت تشوف نجمك التلفزيون بقى يجيب لك اللي انت عايزه مظبوط وتحديدا المحطات السعودية الهائلة بقت تجيب نجوم العالم العربي كلهم حد عايز مثلا لو يشوف من السعودية محمد عبده كل الفنانين الكبار دول بيجيبهم لك التلفزيون لحد عندك من غير ما تضطر خاصة برضو اللي بينزل مسرح لازم يتشيك مزبوط. يعني جمهور المسرح مش زيكم جمهور السينما مزبوط. طيب عموما هنفضل عند النقطة دي وبس اسمحوا لنا نضم إلينا الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب مرحبا بك دكتور هيثم وكيف ترى يعني كيف ستفعل الاتفاقيات التي وقعت على صعيد الثقافي بين الدولتين هل هناك من آلي؟ اهلا بيكم مساء الخير عليكم جميعا اهلا بحضرتك اسمح لي بس انه يعني نقدم للمساله بانه بالفعل في تعاون ثقافي بين النخبتين المصريه والسعوديه منذ القديم المشهد الثقافي تقريبا مشهد ممتد بين الوطن المصري والوطن السعودي دائما الحكايه بس انه احنا بندور دلوقتي على مجموعه من الاليات بحيث انه نمد جسور التعاون وانه يبقى الامتداد ده واضح قدام العيان يبقى ارتباط عضوي زي ما كان على طول. انا في ظني انه الزياره وخصوصا انها مدعومه بوفد ثقافي واعلامي كبير الوفد ده زار دكتوره ملحه معانا هنا ايوه الوفد ده زار هيئه اصول الثقافه وزار نقابه الصحفيين وزار هيئه الكتاب وزار وزاره الثقافه بكل مؤسساتها والحقيقه تم طرح مجموعه من الاليات في ظني انها هتبقى الاساس اللي بيقوم عليه بروتوكول التعاون زي مثلا ما عندي امل دايما انه يبقى في مشروع نشر الكتروني مشترك يكون هو المظله العربيه للنشر الكتب الالكترونيه في العالم كله يعني على غرار امازون مثلا يبقى عندنا امازون العرب وده مشروع يقدر تقدر الدولتين انهم يقوموا بيه بالفعل عندي امل انه يحصل تبادل بس انا امازون ده يعني تجاري اكتر منه ثقافي يعني احنا يعني عايزين انا بقول بس نفس الصيغه الالكترونيه للنشر صيغه بين الدولتين طيب يعني دكتور هيثم احنا عايزين مثلا في اطار الاتفاقيات اللي وقعت هناك انا بقول لهم في تقصير اعلامي فعلا تجاه العديد من الدول العربيه من الجانب المصري عايزين نعرف زي ما عارفين محمد عبده وعباد الجوهر الفنانين الكبار على مستوى السماعي ده عايزين نقرا لكتاب سعوديين عايزين نعرف اكتر عن المجتمع السعودي عايزين نعرف هم الثقافه بتاعتهم التقاليد بتاعتهم شكلها ايه هل هناك جهود ستبذل في هذا الاطار الحقيقة في مشروع بالفعل سوف يتم طرحه على الجانبين تفعيلا للاليات والمشروع ده ببساطة بيقوم على النشر المتبادل بمعنى انه كل كتب نوادي الادب السعودية يتم اصدار طبعة مصرية ليها وبالتبادل كل الكتب المصرية او على الاقل نسبة كبيرة منها يتم طرحها في نوادي الادب السعودية اظن انه دي صيغة ممكن تخلي الكتاب سفير حسن جدا بين المشهدين الادبيين والثقافيين السعودي والمصري وظني انه دي هتبقى آلية فعالة جدا نقدر نبني عليها فيما بعد كتير من جسور التواصل الثقافي نعم الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب شكرا جزيلا لك
بنتجه الى الدكتوره ملحه. احنا سمعنا انك انت مؤلفه كبيره وواخده جوائز مش بس على الصعيد الاقليمي ولكن ايضا على الصعيد العالمي. عايزين ناخد فكره عن انتاجك، بيتحدث عن ايه، اهتماماتك ايه فيما يتعلق.